قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده نصبح على لميا ونعرف منها خطتها في معامله كبار السن وازاي تحتوي عصبيتهم. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا شاذلي وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. بص يا شاذلي، انا بحس انه لازم يبقى في طوله بال وفي صبر وطاقه اكتر، وزي ما قلت لك قبل الهوا نعملهم على انهم ولادنا، وده مش زي ما انت قلت من شويه انه ما يصحش وان هم مش مدركين، لا بالعكس ان احنا نهتم بيهم اكتر، نحبهم اكتر، نوريهم قد ايه احنا مهتمين بيهم، وان هي يعني كفاحهم معانا وقصتهم الطويله معانا ما خلصتش او قربت تنتهي، لا بيبقوا حابين ان انت طول الوقت تدخلهم في حكايات وحوارات ونخرج سوا ونروح سوا وتناقشهم وناخد رايهم كمان بالمناسبه، وناخد رايهم ونسمع على فكره. يعني انا بالي طويل قوي في حكايه ان انا اسمع الحكايه او الموضوع 500 مره، يعني ما بحسسه ايه، بتفاجئ كل مره. صح، معقول مزبوط. صحيح، وعملت ايه وكده. فلا طبعا لازم يبقى في صبر وطاقه وطوله بال علشان تحتويهم طول الوقت. صحيح، وزي ما انت قلت من شويه انه احنا هنتعامل بنفس الطريقه لما نكبر مع اولادنا، فلازم ناخد بالنا من الحكايه دي.